تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني. هذا نصها: العم العزيز صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى سموكم الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني، داعين الله عز وجل أن يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة وأنتم تنعمون بوافر من الصحة والعافية والعمر المديد، مثمنين دعم سموكم الكريم للحرس الوطني منذ تأسيسه مما ساهم في تطوره وتقدمه ونمائه حتى أصبح بفضل الله تعالى على قدر كبير من الجاهزية والكفاءة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والذود عن مقدراته ومكتسباته الحضارية تحت ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. حفظكم الله يا صاحب السمو ودمتم بعونه سالمين موفقين. ابنكم الفريق أول ركن رئيس الحرس الوطني محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني. هذا نصها: سمو الابن العزيز الفريق أول ركن الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة حفظه الله رئيس الحرس الوطني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد كان من دواعي سرورنا واعتزازنا أن نطلع على برقية سموكم الكريم المهنئة لنا بالذكرى 22 لتأسيس الحرس الوطني، وإننا إذ نعبر لسموكم عن شكرنا وامتناننا لمشاعركم النبيلة التي نعتز بها كثيرا، نود أن نؤكد عزمنا على مواصلة دعم كل ما من شأنه تعزيز منظومة الأمن والأمان في بلدنا العزيز، مشيدين بما تبذلونه سموكم وجميع منتسبي الحرس الوطني من جهود كبيرة مخلصة للإسهام في الذود والمحافظة على مقدرات ومكتسبات وطننا الغالي، معبرين عن خالص تمنياتنا لسموكم وجميع منتسبي الحرس الوطني بالتوفيق والسداد في كافة جهودكم التي تبذلونها إسهاما فيما نسعى إليه جميعا من نهضة وتقدم وعزة لبلدنا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه ملك البلاد المفدى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.